اول مساله غادي ناكدوا عليها اننا حنايا كنخرجوا الصحافه حنا ملزمون قرار المحكمه ديال السريه. اول مساله قرار المحكمه قررت بانه جلسه سريه، ولكن حنا كدفاع ملزمون بهذا القرار. حنا يمنع علينا ان نخرجوا ما راجع بجلسه بخصوص كتعلق بالاشخاص وفي الفيديوهات المضمون ديالها والاسماء ديالهم وما المضمون ديالها. حنا كدفاع يمنع علينا اخلاقيا وقانونيا ان نخرجوا للصحافه نقولوا شنو، ولكن فيما يتعلق بالاجراءات لا مانع اننا نخرجوا نقول لكم شنو بالنسبه للاجراءات. بالنسبه لاخر جلسه يوم الخامس كانت قررت المحكمه ان الجلسه ديال اليوم غادي نناقشوا الطلب اللي تقدم به السيد الوكيل العام المتعلق باجراء خبره على الفيديوهات. هذا هو السبب ديال التاخير ديال من اسباب تاخر الملف، هو هذا المقرر اننا اليوم غنناقشوا يعني الدفع ديالنا بخصوص هذا الطلب اللي تقدم به السيد الوكيل العام. اليوم جينا للجلسه تفاجئنا بان السيد الوكيل العام كيقول لك بان طالب خبره انه جاء عطفا على ما قاله الدفاع، والمحكمه قررت بان كتقول بانه ما يمكنش نبتوا في الطلب او نناقشوه، والحال ان هناك مازال باقيين مجموعه من الفيديوهات ما تعرضتش، وبالتالي فانه من الاجدر يعني وانه تعرض جميع الفيديوهات تعرضوا بعد ذلك ناقشوا المساله ديال الخبره. يعني مساله يعني تنظيميه، ما يمكنش اننا مثلا نبتوا في هذا طلب الخبره والحال انا باقي في الفيديو الاخرين، انه فعلا هي من واحد الناحيه منطقيه، لانه ما يمكنش انك مثلا حبيت قرات دير الخبره دير واحد الفيديوهات اللي تشافوا الاخرين ما يكونش تجزئ في القرايه، يعني خاص يكون اما تعرض جميع الفيديوهات عاد تسمع تخدق. هذه مساله يعني منطقيه منطقيا، غير هو انتطح نقاش بخصوص عرض ديال الفيديوهات. احنا قلنا كدفاع الطرف ديال السيد 24 قلنا للمحكمه المقرره بانه ما يمكنش يتعرضوا فيديوهات، وقلنا لهم ما الغايه انهم يتعرضوا هذه الفيديوهات، والحال ان الاطراف المفترضه اللي في هذه الفيديوهات ما حاضراش. وجينا حتى تساؤل المحكمه انه المحكمه تحرص على تطبق القرار ديالها ديال احضار باقي الشهود والمصرحات بالقوه، وتفعل هذا القرار مع كيف ما دارت قبل مع مجموعه من الشهود انها حضرت من القوه، انها تفعل هذا القرار مع باقي المصالح باقي الشهود، انها تجيبهم من القوه يجيو المحكمه باش يظهر الحقيقه. وبالتالي ما يمكنش يكون هناك واحد جبتيه بالقوه، واحد ما انا تقول تستغني عن الحضور ديالو. فهمتيني، حنا قلنا حنا كنتمسكوا انه الاحضار ديال هاد الناس هادو هاد الشهود وهاد المصرحات يحضروا بالقوه، خاصو كيما المحكمه قررت بالقوه يحضروا بالقوه للمحكمه. دخل الدفاع ديال الطرف المدني وقال لك بانه واحد جوج ديال المصرحات ولا شاهدات انهم عندهم توكيل من عندهم باش انهم ما يحضروش، وانهم ما غاديش يجيو، كيطلبوا المحكمه تعفيهم من الحضور، وان التصريحات اللي في قالوا في حضره الضبط القضائيه راه هي نفس التصريحات اللي غيقولوا، وبالتالي نفس التصريحات. حنا قلنا لهم، حنا قلنا كدفاع قلنا لهم ما يمكنش ان المحامي يحل او حلول محل الموكل ديالو خصوص واحد الوقائع اللي تتعلق بالموكل ديالو. حنا قلنا لهم مثلا هذا الموكل مثلا غتعرض مثلا هذا الفيديو مثلا في واقعه ما، حنا غنطرحوا اسئله ولا ما نطرحوا اسئله؟ نطرحوا على الدفاع ما يمكنش، قانون يمنع قانونا يمنع قانونا. اذا هذا شنو يعني حنا اللي منا نوجه الاسئله؟ خاص هاد الناس يجيو يحضروا باش يظهر الحقيقه، يحضروا ونوجهوا الاسئله ونسولوهم. قلت لا انهم ما غاديش يجيو، حنا تحفظنا لهذه المساله انه يتعرضوا في الغيبه ديال هاد الناس هذو اللي اطراف مفترضه في الفيديوهات، والمحكمه قررت في الاخر ان العرض ديالها في الغيبه ديالهم، هذا هو اللي وقع.